17 جنيه. انتي دائما متأخرة على الدوام. امنيات ب 2016 اكيد. لا دقيقة، نحن خلصنا 2016. امنياتي لسوريا يرجع يعمل خير على سوريا ويعمل سلام بسوريا، ترجع الناس كلها تعبيوتها، الناس المهجرين، ويشفي الجرحى. أمنياتك لكادر الإخبارية السورية أستاذ. من الخير للكل، وترجع وتضل الإخبارية متألقة، وإن شاء الله رح تكون أحسن بهي السنة الجاي، وبهمة الشباب كلياتهم، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. إن شاء الله منكون منتهيين من كل شيء اسمه إرهاب بسوريا. يعني الأمنية الوحيدة والكبرى هي عودة سوريا إلى سابق عهدها، وتخلصها من الإرهاب كما تخلصت حلب. إن شاء الله كل سوريا تخلص من الإرهاب وتعود سوريا مثل ما كانت، هذا أهم شيء. إن شاء الله انتصارات الجيش العربي السوري تتواصل حتى تحرير كامل الأرض السورية. إن شاء الله يرجع المهجرين لأهليهم، والغايبين يرجعوا، تنحل مشاكل العالم كلياتها. للإخبارية السورية بتمنى للأفضل، وبأنه بال 2017 تكون على مستوى الحمل وعلى مستوى أعباء العمل الإعلامي بما يخص تطور الأحداث بسوريا. السلام لسوريا، المحبة، نرجع بالأمان اللي كنا فيه. عصايد العمل، تقدم للإخبارية السورية، مزيد من الجوائز إن شاء الله، ولكل الزملاء إن شاء الله سنة خير وسعادة ومحبة، لكل السوريين، لكل حدا سوري يا رب. أتمنى ب 2017 أنه تتحقق أمنيات كل السوريين بأنه عم السلام والأمان بسوريا، نعيش هيك حياة حلوة كلياتنا مع بعض. إن شاء الله يا رب العام 2017 أحلى وأجمل، طالما في ضحكة وفي وجوه جميلة. أمنياتك 2017. والإيد تعلق على الشجرة غني وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. بالتأكيد انتصار حلب اللي تسجل ب 2016 رح ينعكس ب 2017 انتصارات كافة المناطق السورية وكافة المحافظات السورية أكيد. بتمنى النجاح لكل رفقاتي بالانطلاقة الجديدة، حتكون بشهر 1 2017. أمنيتنا واحدة دائما هي النصر لسوريا، والأمنية الثانية يلي هي بنتمناها لبيتنا الصغير الإخبارية السورية، إنه نحن نضل هيك إيد واحدة. بالله بعدين، والله مو جاي. أمنياتك 2017 يخلص إياه التغطية. بدنا نتسبق تثبيت وزيادة راتب. أنا بضم صوتي للشباب والتثبيت. إيه، منا نتسبق أكيد. أول شيء وآخر شيء الأمان لسوريا، ترجع مثل ما كانت، مثل ما نحن متعودين عليها من قبل، وأحسن من قبل إن شاء الله. تخلص الأزمة إن شاء الله. ضل الإخبارية مواكبة دائما الشارع السوري، هموم العالم وكل شيء، يعني نكون دائما الأوائل إن شاء الله. إنه تخلص الأزمة بسوريا إن شاء الله. أمنياتي هون المحطة نضل عائلة واحدة ونضل على قلب واحد، وتضل شاشتنا أحلى شاشة. 2017 إن شاء الله بتضل قناتنا عامرة، وبتضل رسالتنا واضحة بإذن الله. بنصر الجيش العربي السوري، وبنشوف سوريا كاملة ووحدة موحدة إن شاء الله. بعم الخير والسلام بكل سوريا، بترجع مثل ما كانت وأفضل إن شاء الله. تكون قيامة السيد المسيح هي قيامة من جديد لسوريا، التي طالما دحرت الإرهاب وطالما طردت الغزو من سوريا. إن شاء الله الإخبارية السورية من نجاح لنجاح. إنه يعم الأمن والأمان للوطن سوريا. أتمنى تكون سنة، يعني تكون أحسن من سنة 2016، وتكون سنة الانتصارات علينا، وبدعاية طبعا كادر الإخبارية كله، وإن شاء الله دائما بتضل عين على الواقع. عودة البسمة إلى سوريا والسوريين، البسمة الحقيقية النابعة من القلب. ما يضل حدا برات بلده وما نقدران يرجع البلد، ما يضل حدا جوات البلد عنده حدا برا. سوريا بتسعى الكل، سوريا بتحب الكل، بس الكل يحبوا سوريا. ترجع سوريا بخير، تعيش أطفال فلسطين بسلام ومحبة، أطفال اليمن يعيشوا بسلام، أهلنا بليبيا، بكل مكان، بالعراق، كل الأطفال بالعالم يعيشوا بسلام ومحبة. أمنياتك ل 2017 أتزوج. بين غصون أشراي تفضى ورفت نور وبالونات يا جراس. ينعاد عليكم بالخير وعلى بلدنا وعلى جيشنا وقائدنا، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير جميعا. نوصل لخلاص وسلام سوريا على خير،
ونرجع مثل ما كنا وأحسن، وسوريا ترجع المرتبة الأولى بالعالم بالسياحة والفن والثقافة. يا عم الأمام بلدنا وترجع سوريا مثل أول. خير والسلام لسوريا وعودة المخطوفين ونفقودين لأهاليهم، وكل عسكري سوري الله يحميه، وانتصار سوريا بشكل عام. أتمنى الازدهار لبلدنا سوريا والتألق، وترجع مرة تانية يعني قبلة الشرق مثل ما كانت. بحب عايد كل الناس، كل أهالي سوريا، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن كانوا برات سوريا ولا جوات سوريا. تكون سنة خير على هالبلد. كل عيد بلدي بخير، بلدي بخير.